طيب، احنا طبعا في المحاضرة الأخيرة كان بدأنا الكلام على الـ functions في السي، اللي هي التنظيم اللي بيستخدم في لغة السي. احنا بنقسم الكود بتاعنا لوحدات، كل وحدة في السي اسمها function، فالبرنامج بتاعي بيتكون من عدد من الـ functions، يبقى a program، سي بروجرام. طبعا ده مش أفضل تنظيم موجود يعني، لكن ده في لغة السي هو اللي احنا بنقسم البرامج اليه. السي بروجرام از كومبوزد اوف ا نمبر اوف فانكشنز. المفروض ان انا لما بنيجي نعمل برنامج، وخصوصا لو برنامج كبير شويه، وكمان لو كنا فريق بنشتغل مش واحد بس بيعمل كل الشغل او كل الكود، فطبيعي ان احنا نقسم الشغل علينا. خلاص، والتقسيم ده هنستفيد بيه، يعني ان انا يبقى برنامجي كذا فانكشن بدل ما يبقى كل حاجه مكتوبه في الميل، اعمل كذا فانكشن. ده هيمكننا اولا ان احنا نقسم الشغل، طبعا لو كذا حد بيشتغل مع بعضه، وهيمكننا ان احنا نعمل كود ريوز افضل. يعني نعيد، لو انا مثلا في برنامج عملت فانكشن بترتب ارقام، اقدر استخدم نفس اللي هي السورت، يعني نقدر نستخدم نفس الفانكشن دي في اي برنامج تاني. عملت فانكشن بتحسب لي الفاكتوريال، اقدر كل برنامج بعد كده احتاج فيه استخدم الفاكتوريال، اقدر انادي الفانكشن دي. احنا في المحاضرة اللي فاتت شفنا ازاي عملنا هيدر فايل وحطينا فيه فانكشن وندهناها، كأننا كده ضفنا للفانكشنز بتاعت اللغة وظائف ما كانتش موجودة فيها. وحاجة تانية مهمة، الريدابيليتي، ان الكود بيبقى شكله احلى. يعني لما نخش على المين ونقرا الكود بنقدر نفهم افضل ما نخش نلاقي 500 سطر قدامنا. اللي كتب الكود وهو بيكتبه عارف كل مجموعة سطور بتعمل ايه. لو احنا لخصنا كل مجموعة سطور لاسم يعبر عن الوظيفة اللي بتعملها وحطينا ده في فانكشن، هيبقى الكود مفهوم اكتر. خلونا نشوف اكزامبل. لو احنا عايزين نعمل برنامج بروجرام، خلاص، يريد سيت اوف انتجرز فروم يوزر in an array and print the number of primes enter. يعني ده شبه سؤال تقريبا خدناه في الميتر، ان احنا عندنا عايزين نعرف اري ونقراها من اليوزر اوف انتجر، وبعدين نسمح نسمح لليوزر يدخل القيم بتاعه الاري ديت، وبعدين هعد عدد الارقام الاوليه اللي دخلت في الاري، اللي موجوده في الاري ديت. فخلوني كده نفكر مع بعض. تمام، لو انا افترضت ان انا عندي مين فانكشن، واحنا بنفكر يعني ممكن نفكر فانا بفكر لو واحد يكتب سي، يعني هتلاقوا كتير من الناس بتفكر كده. دايما نفكر احنا البرنامج ده المين فانكشن بتاعته هتعمل ايه. فانا هقول والله هي في 3 خطوات، هنقرا داتا، دي الخطوة الأولى، وبعدين هنعمل ايه؟ هنشوف عدد البرايم. وبعدين هنطبع، لو افترضنا ان عدد البرايم ده اسمه كاونت، هنطبع الكاونت ده. يعني واحنا بنفكر كده، لو احنا أكتر من شخص شغالين مع بعض، هنقول الخطوات المنطقية في البرنامج ده إن إحنا بنقرأ، بنعرف طبعا الأري،
وبنقرا القيم بتاعتها، وبعدين بنحسب عدد البرايمز، وبعدين بنطبع العدد اللي احنا حسبناه ده. كل حاجة من دول احنا ممكن طبعا نعمل كده. ان انا وانا بفكر كده، دي الخطوات اللي عندي في البرنامج: تعريف اري، قراية القيم بتاعته، حساب عدد البرايمز، وبعدين طباعة الناتج. نفترض ان اتنين شغالين مع بعض، فبيقولوا ايه؟ بدل ما نفضل قاعدين مع بعض على كمبيوتر واحد، كل واحد فينا يفكر في حتة من البرنامج. كأن انا هنا عندي حتتين، حتة اني اقرا الداتا، وحتة ان انا اكونت البرايم. نفترض ان انا عايز اصلا يكون الارقام كلها بوزيتيف، بوزيتيف انتجرز. طيب انا كده عندي تحديين هنا: ريد بوزيتيف داتا، لازم الداتا تبقى بوزيتيف، اقراها اتاكد انها بوزيتيف، ده جزء من الشغل. الجزء الثاني، التحدي الثاني، ان احنا عندنا كود لازم نكتبه يعد لي في كام برايم نمبر في الداتا اللي احنا قريناها دي. فهنا منطقيا كده انا ممكن اقسم الكود ده لاثنين، يعني جوه المين كأن يا ريت يكون في فانكشن جاهزه اسمها ريد بوزيتيف نمبرز، اسمها كده ريد بوز فاليوز مثلا، خلاص. ولو انا عرفت اري اسمها، ليكن اسمها values او grade مثلا او numbers، ونفترض ان احنا عشان نثبت كده هنعمل هنا فوق include وخلونا ندفاين كده دلوقتي define ان السايز او عدد الاليمنتس بتاعتي مثلا 5. فانا هعرف اري، خلاص. وبعدين عايز اعمل فانكشن او انادي فانكشن تتعمل يكون اسمها read positive values، ابعت لها بس الاري بتاعتي تملاها لي، خلاص. وبعدين لو في بعد كده فانكشن اسمها count of primes، تاخد اري مني وتعد لي في كام برايم نمبر جواها، يبقى 100 100 كده. يبقى انا كده لو برنامجي كان كده، هقدر اقول له بقى برنت اف، وادخل اقول له بيرسنت دي مثلا، واطبع له الكاونت ده. الكاونت ده انا اعرفه كده، يعني انا كده لو كان عندي فانكشن جاهزه اسمها ريد بوز فاليوز، وفانكشن جاهزه اسمها كاونت اوف برايمز، هيبقى ده برنامج سليم. المين هتعرف اري في اول سطر، هتقرا العناصر بتاعت الاري دي الموجبه، هتنادي الفانكشن اللي اسمها كاونت اوف برايمز اللي هتاخد الاري وتعد فيه كام برايم نمبر جواه، وترجع لي عددهم في فاريبل اسمه كاونت. هطبع الكاونت ده، هقول له هنا number of primes equal كذا. يبقى ده كده المين بقت مكونه من 4 سطور. ميزة البرنامج ده ان المين دي نفسها more readable، اي حد يقراها ممكن يفهم الاسامي، خصوصا لو انا مسمي اسامي معبره عن الايه، عن الفانكشنز اللي بتتعمل. بس انا ما عنديش حاجه اسمها read post values ديت، حتى هو عامل لي تحتيها خط احمر، وما عنديش حاجه جاهزه اسمها count of primes ديت. فاللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنضيف بن بن بنقسم الشغل. فممكن اقول احنا اتنين هنشتغل مع بعض تيم، يعني واحد فينا هيروح يعمل الريد بوز فاليوز ديت، وواحد فينا هيعمل الكاونت اوف برايم. فاتفقنا المره اللي فاتت ان احنا بنعرف الفانكشن. تعريف الفانكشن خدناه ان اولا نقول الفانكشن دي بتريتيرن حاجه ولا لا، ولو بتريتيرن حاجه بتريتيرن ايه. ريد بوز فاليوز دي بتاخد مني اري وبتقراها من الكيبورد وخلاص، ما بترجعليش حاجه. فلو الفانكشن مش بترجع لي حاجه زي المين فانكشن كده، هنخليها التايب بتاع الفانكشن. قلنا ان التايب بتاع الفانكشن هو نوع الداتا اللي هي بترجعها. فالريد بوز فاليوز ديت مش هترجع لي داتا، هي هتملى لي متغيرات جوه اري. فتعلمنا ان احنا ازاي نكتب فانكشن زي ديت. هفكر كده في 4 حاجات. اول حاجه التايب بترجع ايه، زي ما هيبين جوه المين كده، دي فانكشن مجرد انها بتاخد مني اري وتملاها لي بقيم موجبه، فمش هترجع حاجه. هي ممكن نعملها بس يعني ممكن نعملها كده بالشكل ده انها void. واسمها ده تاني عنصر بنعمله في الديفينيشن بتاع الفانكشن، خلاص.
خلاص. وبعدين عشان تشتغل محتاجة مني ايه؟ محتاجة مني اري اسميها اي اسم. انا كده سميتها إيه؟ يعني ممكن الاسم بتاعها هنا ده اسم البارامتر مختلف عن الاسم اللي لما هنستخدم الفانكشن دي، ممكن نستخدم اي اسم. فجوه البين الاري اسمها نمبرز، بس لما الريد بوزيتيف فاليوز دي هتشتغل، هتشتغل على اري اسمها فاليو، بس هي هي. احنا هيتبعت لنا عنوان الاري اللي اسمها نمبرز، ولما هنروح للعنصر الاول هنبقى برضو بنروح لنفس العنصر بتاع نمبرز وهكذا. فده كده الديفينيشن بقى بتاع الفانكشن، هو الاربع حاجات دول: التايب، الاسم بتاع الفانكشن، البارامتر ليست، وبعدين نكتب الكود اللي جوه الفانكشن نفسه. فالفانكشن اللي اسمها ريد بوست فاليوز دي هتعمل ايه؟ المفروض انها تلف مثلا 5 لفات، يعني الواحد مننا هيشتغل الشغلانه ديت، وواحد تاني في نفس الوقت هيكون بيفكر ازاي نكتب الفانكشن اللي بتعمل عد للبرايم نمبرز. خلاص، فانا هقول له هنا طول ما الاي اصغر من السايز بتاعنا والاي بلس بلس، احنا عايزين نعمل ايه هنا؟ عايزين نقرا قيمه في الايه، في قيمه في الاري بتاعتنا. هقول له برنت اف مثلا انتر positive number. تمام، ممكن نكتب له الرقم اللي احنا بنقراه هو نمره كام، وناخد ده ان هو i plus 1. تمام، وعايزين بس نتأكد ان الرقم اللي داخل ده بوزيتيف، فممكن نقول له دو، ممكن نخليها قبلها، انا مش فاكر احنا كنا بنعملها ازاي معاكم، يعني نقول له دو كده، وهقول له اقرا لي ده، وهقول له سكان اف هنقرا رقم صحيح. الرقم ده هيروح فين؟ احنا مفترضين هنا ان احنا هنتعامل مع الاري اللي اسمها فالز، هو فالز بلس اي. الكلام ده هنعمله طول ما القيمه اللي داخله ما هياش، طول ما القيمه اللي داخله غلط، يعني طول ما الفالز اوف اي أصغر من زيرو، هنفترض إن الصفر مقبول يعني، أو أصغر من 1 لو إحنا عايزينه يبقى بوزيتيف بقى، يعني أكبر من صفر. فطول ما هو أصغر من 1 سواء سالب أو صفر أنا هفضل ألف. تمام كده؟ هل ده صح ولا غلط؟ اعتقد ان هو سليم. فيبقى ده كده، دي كده اسمها عملت فانكشن منفصله بتقرا لي قيم موجبه، بتملى لي اري بقيم موجبه، وبتعمل شويه فاليديشن. في اي شغل بقى يعني في تريكات عايز اعملها، الفاليديشن ده اعمله ازاي بافضل طريقه، ايه المسجز اللي تتطبع، كل ده نقدر نفكر فيه مره ونحطه في الصندوق، في البوكس ده اللي اسمه ريد بوست فاليوز ده. ونقدر الكود ده نفسه الفانكشن دي كده ناخدها نحطها في هيدر فايل ونعمل له انكلود زي ما شفنا في المحاضره اللي فاتت، ونستخدمها في اي برنامج بعد كده. يبقى دي كده ريدابل، ده بلوك نقدر نستخدمه في اي برنامج محتاج ان هو يملا اري اليمنتس بقيم موجبه نقراها من الكيبورد. فدي ميزه ان احنا فصلناه بره، بالاضافه ان احنا اصلا لما فصلناه بره بدل ما نقعد نكتب اللوبس ديت اللي جوه بعض جوه المين، ولو واحد مش فاهم قوي نقعد نشرح له احنا بنعمل ايه، هو لما هيقرا كده ريد بوزيتيف فاليوز ديت للنمبر من غير يعني تدخل كبير مننا، اي حد هيقرا الكلام ده يعرف انجليزي ممكن يتوقع السطر ده بيعمل ايه. خلاص، وبعدين لو عايز يشوف تفصيله ازاي بنقراهم هيدور على الفانكشن اللي اسمها ريد بوزيتيف فاليوز دي، ويخش جواها ويشوف بتشتغل ازاي، لو هي فيها غلطه يبتدي يفكر تتصلح ازاي.
يبقى احنا قسمنا البرنامج بتاعنا لبلوكين، بلوك بيقرا لي الارقام بالفاليديشن بتاعها، والبلوك التاني اللي عايزين نعمله دلوقتي فانكشن تانية في البرنامج ده تعد لي في كام برايم نمبر. خلاص اتقرت النمبرز ديت، يعني الريد بوز فاليوز ادت وظيفتها المفروض، وهتقرا لي الارقام الخمسه او حسب السايز بتاعي اللي انا هجرب عليه. فلازم اعرف برضو، هيبقى هنا هتلاقوا ان الريد بوز فاليوز الفانكشن ديت لاننا كتبنا الديفينيشن، المجموعه دي كلها اسمها فانكشن ديفينيشن، بيتكون من الفانكشن دي بترجع قيمه ولا ما بترجعش، اسمها ايه، بتاخد مني ايه عشان تشتغل. علشان الفانكشن دي تشتغل لازم ابعت لها اسم اري. خلاص، فعشان كده لما جينا في المين قلنا له ريد بوز فاليوز وكتبنا بين قوسين نمبرز، هياخد النمبرز دي ويشتغل عليها، بدل الفالز هيشتغل على النمبرز، فهيقرا لي خمس قيم حسب السايز، هنا كان بخمسه، هيقرا لي خمس قيم وهيتاكد ان الخمس قيم دول بوزيتيف. نعمل ديفينيشن تاني للفانكشن الثانيه اللي مطلوبه مننا. ففي واحد تاني، يعني واحد من الفريق بتاعنا عمل الايه الفانكشن دي، الشخص التاني هيروح بقى يفكر ازاي يعمل الكاونت اوف برايمز ديت. عشان المين تستخدمها كده لازم الكاونت اوف برايمز تاخد مني اسم اري وترجع لي رقم صحيح يمثل عدد الارقام البرايم اللي جوه الاري دي. عبد الرحمن دكتور، حضرتك كتبت فوق سكان اف بيرسنت دي فالس بلس اي، أيه. مش دي مش شرحناها دي فاهم كمان؟ حضرتك انت ازاي عايز هجمع. فالز بلس اي، احنا قلنا ان اسم الاري هو بيشاور على اول element فيها. سكان اف دي عايزه عنوان العنصر، لما الاي تبقى بزيرو هيبقى فالز زيرو، فالز بلس زيرو يعني فالز، يعني في اول لفه تمام هتقرا لي العنصر الاول في الاري. لما تمام بنعمل بلس مع بوينت، ده اسمه بوينتر او ماشي ادرس، لما بنعمل مع ادرس بلس حاجه بلس 1 مثلا، بتبقى البلس دي بيضيف عدد البايتس السايز بتاع نوع الداتا اللي موجوده في الاليمنت ده. ومع ذلك احنا قلنا قبل كده ان دي حاجات اصلا احنا مش في الحقيقه انتوا مش هتستخدموا السكان اف يعني، فاحنا هنكتب كده لو احنا متلخبطين هنعملها زي ما اتعودنا زمان اند اوف فالز واود. تمام كده، دي هي دي، فاهم؟ تمام طيب، تمام يبقى احنا كده عملنا الفانكشن دي. برضو اعتقد المحاضره اللي فاتت شرحنا ان احنا علشان الريدابيليتي دايما بنبقى عايزين، الناس بتبقى عايزه لما تفتح برنامج كبير بروجكت مثلا يشوفوا المين فوق مش تحت. هنا انا عشان استخدم الريد بوز فاليوز ديت يا اما احطها في هيدر فايل يا اما اكتبها في الملف. لو كتبتها في الملف لازم اكتبها فوق المين. فتعلمنا المره اللي فاتت ايه، ان احنا ممكن ناخد الفانكشن ديفينيشن كله كده ونكتبه تحت، نخلي المين فوق، يعني ترتيب الكتابه بس. لو خليت المين فوق هنيجي هنا هيبقى وهو بيعمل كومبايل هيتلخبط في الريد بوز فاليوز ديت. فقلنا ممكن ناخد سطر الاولاني بس في الديفينيشن بتاع الفانكشن ونضيفه فوق، وسمينا السطر ده ايه، بروتوتايب. يبقى انا كده لما يبتدي الكومبايلر يشتغل هيلاقي عنده بعد البري بروسيسور ما يخلص هيلاقي عنده اول سطر بيقول له خلي بالك في فانكشن انا معرفها وهستخدمها جوه اسمها ريد بوز فاليوز، هتاخد اري اوف انتجر خلاص ومش هترجع حاجه. فلما هيشوفها في المين قبل ما يفهم هي بتعمل ايه هيكتشف ان هي اسمها مظبوط، واخده فعلا اري اوف انتجر ومش مرجعه حاجه. يعني كده السطر ده في احتمال كبير يكون مفيش خطا في الترجمه بتاعته. بعد كده الكومبايلر بعد ما يخلص ترجمه المين هيخش بقى في الريد بوز فاليوز ويشوف احنا كاتبينه صح ولا في حاجه ناقصه ولا في حاجه غلط ولا في فاريبل مش متعرف او نسينا سيمي كولون في حته او كده. فمهم جدا الايه الترتيب ده، هو الغالب ان احنا بنستخدمه في لغه السي. بس انا لسه عندي فانكشن اسمها كاونت اوف برايمز ما عملتهاش. المفروض ان الفانكشن دي تريتيرن انت، كاونت اوف برايمز، وبتاخد مني برضو انت وانا متعمد ان انا اسمي اسامي كتير
للاري، هي نفس الاري بس كل فانكشن هتتعامل معاها باسم مختلف. تمام، يبقى دي فانكشن اسمها كاونت اوف برايمز، بتاخد بارامتر واحد عباره عن اري او عنوان اري اوف انتجرز، وبتريترن انت اللي هو ان هي جوه بقى هنكتب كود يعد لي في كام رقم اولي جواها. فانا هكتبها تحت خالص، انا الاول بس عملت لها بروتوتايب فوق، وبعدين هاجي افكر كده لو انا بعمل الفانكشن دي، يعني لو انا بدات باري جاهزه اتبعتت لي القيم بتاعتها اسمها فاليو، وطبعا احنا هنا مثبتين السايز بره بديفاين، يعني هنا مفترضين في البرنامج ده للبساطه ان ايه، ان كل الناس دول هيشوفوا او هيستخدموا الكونستانت فاليو علشان يعرفوا السايز. احنا شفنا في المره اللي فاتت ان في مشكله في السي كده، ان احنا لما بنتعامل مع اريز وانا عايز الفانكشن اللي بتاخد اري تتعامل مع اي عدد، ممكن نبعت مع اسم الاري نبعت عدد الايه الاليمنت. شفنا اكزامبل على ده، كنا بنبعت اري وعدد عناصرها خلاص، لكن هنا احنا ايه مفترضين ان ايه عدد العناصر مثبتينه بره بكونستانت ببري بروسيسور ديفاين دايركتلي. فهنا الفانكشن ديت بقى هتلف، المفروض انها تلف، مفترض ان في واحد ذكي شويه بيعمل الكود ده، فقال والله انا هعمل هلف على العدد الفاليوز بتاعتي ديت، فقعد يفكر طب اعمل ايه هنا اعمل ايه هنا خلاص. فقام قال ايه، لو كان عندي فانكشن جاهزه كده تعرف لي ان الرقم اللي انا ماسكه ده برايم ولا لا، اقدر استنده لها هنا. اولا دي فانكشن هتريترن انت، هتعد لي فيه كام فاريبل، كام برايم نمبر، فممكن نعرف جواها هنعد، فهنعرف فاريبل اسمه كاونت بصفر، وبعدين ممكن هنا جوه الفور لوب اقول له اف. ده بقى الناس اللي بتفكر سمينا الطريقه دي في البرمجه بروسيدجرال بروجرامنج، في ناس عتاوله فيها، مع ان يعني هو طبعا الناس ما بتستخدمش البروسيدجرال بروجرامنج ده، في معظم لغات البرمجه بتستخدم اوبجكت اورينتد اللي هو الخطوه اللي فوق ديت او اللي مبنيه على التفكير ده في البروجرامنج اورجانيزيشن، لكن دي برضو طريقه يعني لغه زي السي، ده التنظيم ده هو اللي الناس اللي بتكتب كود سي سواء امبيدد سيستمز او غيرها بتستخدمه. فانا بقسم الكود بتاعي الفانكشن، فوانت بتفكر دايما كل ما تلاقي كلكيعه ظهرت لك تلاقي نفسك عايز تعرف لها فانكشن، فهتلاقي واحد بيكتب، انت نفسك هتلاقي نفسك بتفكر كده if is prime لو كان الرقم prime هنزود الكاونت بواحد، يعني اقول لو كان في فانكشن اسمها is prime هبعت لها الرقم اللي انا ماسكه دلوقتي، فكاني هعمل ايه جوه كاونت اوف برايمز ديت، هعرف عداد بصفر، هلف على عدد العناصر، كل عنصر همسكه واسال هل ده برايم ولا لا، بس ما عنديش فانكشن اسمها اس برايم اهو عامل تحتيها خط احمر خلاص. فده تقسيم الكود بقى، يعني ممكن واحنا على الورق من البدايه خالص نقعد نفكر التقسيمات اللي انا بعملها ديت، ممكن واحنا بنكتب نكتشف ان في حاجه طلعت صعبه، فاقول انا هعرف لها فانكشن دلوقتي واروح اكتب او افكر ازاي الفانكشن دي تتكتب. وبعدين الفانكشن دي اللي اسمها كاونت اوف برايمز المفروض انها اتعلمنا انها في اخر خطوه الحاجه اللي حسبتها اللي هي هنا كانت الكاونت تعمل لها ريتيرن. فده جميل جدا، لو كان في فانكشن جاهزه اسمها اس برايم فانا هقول له ايه لف على عناصر الاري وكل عنصر اسال شوفه لو هو برايم ولا لا، لو كان برايم زود العداد بتاع البرايمز ده بواحد وفي الاخر رجع العداد. فممكن اصلا احنا نكون بنشتغل كده وبعدين نكتشف ان احنا في حاجه عايزين نفصلها ونكتب لها فانكشن مستقله فنعمل ده خلاص. فممكن واحد فينا نقول ايه خلاص احنا تيم، نقول اي واحد فينا بقى يمسك كده يعمل فانكشن بسيطه اسمها اس برايم، مش بتشتغل على اري عشان ما نتلخبطش نلف ازاي وكده، تاخد رقم واحد وترجع لي هو برايم ولا لا خلاص. فانا ممكن هنا اجي هنا فوقها واقول انا ما عنديش حاجه اسمها اس برايم بس انا هعرفها، واضح ان اس برايم دي بترجع لي يس او نو. فهنا احنا نقدر نستغل لو في اللغه بتاعتنا في حاجه زي البول كده بوليان اللي هي فاريبل بيتخزن فيه ترو او فولس، وهقول انا عندي فانكشن اسمها اس برايم والفانكشن ديت بتاخد مني انت وليكن اسمه اكس، والفانكشن دي جواها المفروض انها
في الاخر هتشوف لي الاكس اللي انا بعته ده برايم ولا لا. انا كده قسمت طريقه التفكير، ممكن واحد يعمل الريبوز فاليوز، واحد يعمل الاس برايم، واحد يعمل الكاونت اوف برايمز، واحد يكتب المين ويربط الحاجات دي في بعضها خلاص. فده كده البرنامج ده بقى مكون كده في التفصيله ديت. هي مش مهمه قوي نعمل لها، بس الافضل ان احنا كل فانكشن بنستخدمها نعمل لها بروتوتايب لاين خلاص. طيب انا هنا عندي ثلاثه فانكشنز غير المين، كل جوه المين لو واحد بيقرا عايز يعرف البرنامج ده بيعمل ايه، هيلاقي ان عرفنا اري مليناها بوزيتيف نمبرز، كل ما كان الاسم معبر كل ما كان اسهل في قراءته لاي حد مش حتى ما يعرفش السي، ممكن يقرا السطر ده يفهم ان احنا بنقرا قيم موجبه. وبعدين كاونت اوف برايمز، الاسم ده معبر قوي، معناها ان احنا الارقام اللي قريناها ديت بنشوف فيه كام برايم نمبر فيها، وبنخزن ده في مخزن وبنطبعه على الشاشه. فكده المين بقت بتشرح نفسها خلاص. كل ما كانت الاسامي بتاعت الفاريبلز والفانكشنز واي انتيتيز عندي معبره، كل ما كان ده يعني اداه في ايدي قويه جدا علشان الاكواد بتاعتي تبقى سهله الفهم خلاص. عايزين بقى نخش نشوف البرنامج بتاعنا مش شغال لاي سبب، لو كان يعني لو البرنامج ده حد مديهولي كامل، هبدا بقى امسك ايه فانكشن فانكشن، كل وحده لوحدها اقدر لوحدها كده امسكها وافهمها. لكن لو كل حاجه مكتوبه جوه المين وعندي 100 سطر، انا خلاص انا حتى نفسيا بيبقى صعب علينا ان احنا ندخل وندور اي مكتوبه جي او في سيمي، يعني الاخطاء اللي دايما بنقع فيها لو عدد السطور قليل بيبقى نفسيا انت عندك القابليه انك تدخل وتدور على الايرور فين وتحل. التقسيمه الظريفه ديت اللي هي اسمها البروسيجرال بروجرامنج دي يعني ليها مزايا كتير جدا بس ليها عيوب، علشان كده ظهر بعد كده حاجات، بس هي خطوه لازم تكون عندنا المهاره بتاعتها، يعني ان انا ازاي اقسم كودي لفانكشن. ما ينفعش احنا نخش على 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 الستيب الاخيره من غير ما ناخد فكره عن ايه اللي تحتها. طيب احنا واقفين هنا ان الفانكشن اسمها كاونت اوف برايمز دي اعتمدت ان في فانكشن جاهزه اسمها اس برايم، بس الفانكشن دي مش موجوده. يا اما انا اكون عملتها قبل كده، يا اما اكتب واعمل لها انكلود هيدر فايل خاص بيا، يا اما انا اكتبها هنا. فهقول ازاي اعرف ان رقم معين برايم ولا لا. تمام، هي البرايم بيبقى لو الرقم اكس ده كان برايم معناها ان انا لو قسمته على 2 و3 و4 لغايه اكس ماينس 1 مش هيقبل الاسم على اي رقم، فهو باقي الاسم يقدر يعرفني إذا كان في أي رقم أصغر من الإكس هو يقبل الاسم عليه غير الواحد وغير نفسه. يعني ببساطة أنا ممكن أقول له كده فور انت مثلا اي بتساوي من أول 2 والاي أصغر من الإكس والاي بلس بلس. لو مشيت على كل الأرقام اللي من أول 2 لغاية قبل الإكس، لو مشيت على كل الأرقام ديت وقسمت الإكس عليها، المفروض لو هو برايم ما فيش ولا مرة يكون الاكس بتقبل الاسم على الاي. يعني لو قسمت الاكس في اول خطوة لو الاي باتنين، لو قسمت الاكس على اتنين، لو كانت الاكس بتقبل الاسم على اتنين يبقى هي مش برايم. فهنا احنا هنلف، لو لقينا اي رقم في النص بيقبل الاسم على الاكس بتقبل الاسم عليه يبقى كده عرفنا ان الاكس مش برايم. فهنا انا هعمل كده، احنا طبعا لان الفانكشن دي بتريتيرن بول، غالبا الفانكشنز اللي بتريتيرن بول بنبتديها بفلاج وبنخليه بترو او فولس. يعني انا هقول في الاول هفترض ان الرقم برايم. اعمل ده ازاي؟ اني هعرف فلاج وهخليه بترو، وجوه الفور لوب ديت لو اكتشفت ان هو مش برايم هغير الفلاج ده، بدل ما هو بيساوي ترو هخليه بيساوي فولس. انا هدخل هنا وهقول له لو كان الرقم اللي احنا عايزين نختبره ده اللي هو الاكس، لو كان الاكس باقي اسمته على الاي بيساوي يساوي صفر، يعني لو انا هلف على كل الارقام اللي اصغر من اكس بدءا من الاثنين، لو لقيت الاكس بيقبل الاسم على اي رقم منهم ده معناه ان هو مش برايم خلاص. يعني لو لقيت الاكس بتقبل الاسم على 2 او 3 او 4 او 5 يبقى معنى كده ان الاكس دي مش برايم لانها قبلت الاسم على حاجه ثانيه. فلو اكتشفت في أي خطوة إن الإكس بتقبل الاسم على رقم تاني في الحالة ديت حاجتين هعملهم،
هغير الفلاج برايم ده، هقول انا كده مسكت حاله ان الحر ان الرقم ده خلاص مش ممكن يبقى برايم لانه قبل الاسم على رقم اصغر منه، وهعمل بريك، هخرج من اللوب. مظبوط الكلام ده ولا ايه؟ انا مش مركز قوي معاكم النهارده. فانا هنا هلف. في حاجه تانيه، هل لازم الف على كل الارقام اللي اصغر من اكس؟ يعني هل يعني مثلا لو الاكس دي ب 11 او ب 10 لما هقسم على 2 هيقبل القسمه خلاص، يبقى ده الاكس ده ما هواش برايم. على 2 او اكبر منه او بتساوي. انا سامع بس صوت بعيد شويه. محمد نصر، ممكن اعملها اكس على 2 واكبر من او بتساوي تقريبا. طيب هو انا مش سامع بالظبط بس انا لمحت كده اكس على 2، يعني واحد بيقول هنا يعني مثلا لو انا معايا الرقم 13 هعرف امتى ان هو برايم؟ هل هقسم 13 على 2 ما يقبلش، 13 على 3 ما يقبلش، 13 على 4 ما يقبلش، 13 على 5 هل هفضل ماشي لغايه 13 على 12؟ بالمنطق كده اي طفل حتى صغير اول ما هيعدي النص ما خلاص مش ممكن الرقم يقبل الاسم على رقم قريب منه، يعني مش هينفع مثلا 13 تقبل الاسم على 11، ده 11 قريبه جدا من ال 13. فمن بعد النص، من بعد نص الرقم خلاص، انا لو كان الرقم بيقبل الاسم على 2 كان كان عند النص ايه قبل، لو عديت النص خلاص مش هيبقى فيه مجال ان هو يقبل. فيبقى هنا انا البرنامج ده افترض في الاول ان الرقم برايم وبعدين لف واختبر الارقام اللي ممكن الاكس ده يقبل الاسم عليها، لو لقى رقم الاكس بيقبل الاسم عليه هيعلم ان البرايم بفولس ما هوش برايم وهيخرج خلاص مش محتاج يختبر بقيه الحاجات. واخر حاجه لان ده فانكشن فلازم طالما هي ليها تايب، التايب دي بول فانكشن او بوليان فانكشن، يعني فانكشن بتريتيرن ترو او فولس، فلازم نلاقي في اخر سطر فيها جمله ريتيرن. فهقول له هنا ريتيرن الفلاج اللي احنا علمنا فيه اذا كان الرقم برايم ولا لا. طيب انا كده بنيت برنامج مكون من 4 فانكشن. نسمع عمر. يا دكتور محمد نصر بيقول لحضرتك انه المفروض يبقى اي اصغر من او يساوي اكس على 2. ما هي اصغر من او يساوي ما فيش مشكله، بس هي يساوي ما هي لو هي بتقبل الاسم على الاكس على 2 بالظبط كانت في عند الاثنين قبلت الاسم معايا. تمام وصل. فهي مش هتفرق، يعني خلي بالك ان لما انت تبقى عند الباوندري كونديشن دايما المبرمجين بيغلطوا عند الباوندري كيسز، يعني عند نقطه البدايه اللوب او نهايه اللوب معايا. فدايما انت ايه مش هتفرق كتير ان احنا نزود التاكد، دي استراتيجي كويسه للمبرمجين، بس برضو ايه ان انا ممكن اجرب واشوف اشتغل ولا لا، يعني تيست كيس ده التستنج بقى بيبان هنا. لكن في الاكزامبل ده لان حاله ان الاي تساوي اكس على 2 ديت هتبقى اتغطت لما كانت الاي ب 2 زي ما انا قلت لك دلوقتي، بس انا هسيبها مش هتفرق معايا في حاجه. تمام. المهم كده ان البرنامج ده دلوقتي بقى يعني التنظيم بتاعه يبان من المين، مش عارف في حاجه هنا ناقصه. خلاص اللي عايز يفهم البرنامج يروح للمين، عشان كده احنا حاولنا نخلي المين فوق على قدر ما نستطيع، خليت المين في اول حاجه اول فانكشن مكتوب. طيب هنا في مشكله الكاونت اوف برايمز لسه ما عرفناه، في اي حاجه كاتبها غلط انا؟ كاونت الاو المفروض كابيتال او اوف، خلينا نخلي الاو ديت هنا او عشان نبقى النوتيشن صح، يعني خلوها هنا كده تحت هتبقى برضو مكتوبة كابيتال. طيب يبقى كده المين ديت اقدر اعرف منها مسار البرنامج. خلاص عايز اعرف تفاصيل هروح للايه للفانكشن اللي انا عايزه. قسمت الكود بتاعي كويس، ممكن الكاونت اوف برايمز دي واحنا بنفكر فيها بدأنا كتبناها كده، فواحد فينا اللي هو السينيور قال للجونيور روح بقى اعمل لي انت فانكشن اسمها اس برايم تاخد رقم وترجع لي ترو او فولس. خلاص والراجل عملها له فاداها له فهو ايه حطها معاه واشتغل. طيب نبص كده هنبتدي نعمل تيستنج كده للكود ده على اي ارقام، وليكن مثلا 3 ده برايم صح؟ 4 مش برايم، 5 ده برايم، 6 مش برايم، 7 برايم، هيقول لي ان عدد البرايمز هنا ايه؟
ثلاثة. طب لو جربت هدخل رقم سالب، هيفضل معايا لغاية ما أدخله موجب. ثلاثة، ستة، ثمانية، تسعة. تسعة ده برايم؟ لا مش برايم برايم. هيقول لي في برايم واحد اللي هو ايه الثلاثة واحد. فكده ده كود، ده تنظيم، مفيش حاجة جديدة في العلم يعني اتعلمناها، مفيش حاجة إمكانية ما كناش نعرف نعملها وعرفناها. كان ممكن احنا جوه المين بدل ما نعمل الريد بوز ديت نيجي ناخد النستد فور لوب او الفور وايل لوب ده اللي جوه الريد بوز ونحطه بايدنا هنا نعمل له فيست هنا. وكان ممكن بدل ما نعمل الكلام ده، وده يمكن اللي انتوا عملتوه في الميد تيرم يعني لو كنتوا حليتوا، انا مش فاكر هي نفس السؤال بالظبط ولا كان في حاجه مختلفه. لكن الطبيعي ان انا لو ما اعرفش اقسم الكود بتاعي الفانكشن اقدر اعمل نفس الكود ده ويشتغل سليم جوه المين. طب ايه فايده ان احنا قسمناه؟ قلنا شويه حاجات هنا، الكود ريوز اهمها طبعا، لان انا دلوقتي اي برنامج في حياتي هحتاج فيه فانكشن تعرف لي الرقم برايم ولا لا. عندي فانكشن انا كتبتها النهارده ممكن افضل هي دي مشكله بقى، ان انا لغايه دلوقتي بستخدم حاجات انا كتبتها من 20 سنه مثلا. يعني برضو الواحد بيتجمد شويه، يعني حاولوا انتوا ما تبقوش ما تقعوش في نفس الخطا بتاعي ده. فاحيانا انت بتكتب اكواد بتكتشف بعد كده ان كان في، لو انت بتستسهل لانك عملتها قبل كده فبتناديها. خلاص، في حد كان بيسال حاجه مش فاكر. دكتور، هو اللي عملنا في الاخر خطوة هنا في الاس برايم اي اصغر من اكس على 2، مش فاهم كنا عاملينها في الاول الاكس اكس انت قصدك كده يعني؟ اللي فاهمها كده؟ لما غيرناها مش فاهم انا. طيب انت فاهمها كده؟ يعني مثلا 11 دي انا لما لو دخلت مكان الاكس 11 معايا تمام. اعرف منين، عرفت ازاي ان الاكس دي برايم؟ هي برايم، انا كانسان عارف انها برايم. الكود ده لما هيقعد يلف هنا هيعرف امتى